أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحافة براس، وفي عناوينها لهذا اليوم: في نيوزويك مع انشغال الولايات المتحدة والدول الفقيرة بطلب المساعدة لمواجهة الوباء، الصين تغتنم الفرصة لتوسيع نفوذها العالمي. في الغارديان مسؤول إيراني يتراجع عن تصريحات وصف فيها أرقام الضحايا الصينيين بأنها أضحوكة. في لوموند الولايات المتحدة تدرج لأول مرة جماعة من أنصار تفوق العرق الأبيض في روسيا على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية. من أخبار الصحافة تتابعونا معنا أيضا. في فورين بوليسي للقضاء على فيروس كورونا أوقف الفساد. نبدأ جولتنا من مجلة نيوزويك التي تتناول في مقال تحليلي ما تراه استفادة لدول كالصين من وباء كورونا على حساب دول أخرى كالولايات المتحدة، فتقول: بينما تكافح أوروبا وأمريكا الشمالية لدرء الفيضان الذي تسبب به وباء كوفيد-19، تجد حكومات العالم النامي نفسها مشلولة وهي أقل قدرة بكثير على مجابهة الوباء. لا يوجد بلد يستطيع مجابهة الوباء وحده، حتى الولايات المتحدة تحصل على أطنان من المعدات من روسيا والصين، وهما خصمان في الأحوال العادية. وتتابع المجلة في تفسيرها بأن دولا كالصين وغيرها تسعى لتسييس الأزمة، فتقول: بعض قادة العالم يسيسون الأزمة لا محالة، يسعون لتجنب اللوم على تزايد أعداد الوفيات ويهاجمون خصومهم في معرض استجاباتهم. وفي هذا السياق يشكل الوباء فرصة كما هو أزمة، وتقدم التبعات العالمية لانتشاره فرصة للدول القوية كالصين وروسيا لتزيد من نفوذها. وتتابع مجلة نيوزويك في تحليلها هذا فتقول أيضا: بينما تنشغل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بمعالجة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، فإن ذلك يشكل فرصة للصين كيف تمارس تأثيرها على المسرح العالمي، إذ أن الرئيس الصيني لم يخفي سرا عندما أعرب عن رغبته في تحويل بلده إلى قوة عالمية قادرة على تحدي الولايات المتحدة. معنا من القاهرة الكاتب الصحفي علي طرفاية. أهلا بك سيد علي عبر شاشة سكاي نيوز عربية. هل ترون كما ترى نيوزويك أن أزمة كورونا حولتها الصين إلى فرصة ذهبية لفرض نفوذها وسيطرتها في مواجهة الولايات المتحدة؟ صباح الخير. ما فيش شك أن يعني عملية تسييس الأزمة من قبل بعض الدول، ويعني الآن العالم يتحدث عن أزمة كورونا وكأنها تاريخ فاصل في التاريخ، العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا، على غرار الحديث عن أحداث 11 سبتمبر، العالم ما قبل 11 سبتمبر والعالم ما بعد 11 سبتمبر، بمعنى أن هناك نظام عالمي جديد أخذ يتشكل أو أنه سوف يتشكل بعد هذه الأزمة، وهو ما أكد عليه حتى السيد هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في مقال له مؤخرا. إذن هناك محاولة لتشكيل نظام عالمي جديد قد يكون ثلاثي، يعني ثلاثي، يعني ذو رؤوس ثلاثة أو ذو رأسين أو ذو رأس واحدة، وهو ما تسعى إليه الصين، تسعى إلى استغلال الأزمة من أجل مد نفوذها العالمي من خلال المساعدات التي تقدمها للدول بما فيها القوى العظمى وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
حتى القيود الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين بدأت الصين تكسرها الآن بكمامة. إذن يعني الصين تحاول استثمار الأزمة لصالح سياسة خارجية جديدة ولصالح سياسة دولية بدأت ترسمها دولة الصين، نراه الآن في توسع الصين في بحر الصين الجنوبي على حساب فيتنام مثلا. الدول الأوروبية تعتمد بشكل رئيسي في هذه الأزمة على الصين، أيضا الدول الفقيرة تعتمد طيب يعني في بشكل هذا الإطار كبير على الصين، خاصة الدول الأفريقية. يعني هل ستتغير الموازين العالمية برأيكم بعد انحسار الفيروس أو القضاء عليه؟ ما فيش شك أن الصين يعني سوف تكون لها تأثير كبير في النظام العالمي، ما لم يكن بمشاركة، ما لم تكن منفردة فسوف تكون بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعلم أن للصين حضور قوي في العديد من الدول بما فيها الدول الفقيرة خاصة في القارة الأفريقية، وهناك العديد من الدول الأفريقية كما أشار الكاتب يعني تنتظر بشكل كبير مساعدة الصين لها، لا سيما وأن هذه الدول يعني ربما تفتقد حتى غرف للعناية المركزة وليس فقط أجهزة تهوية أو أجهزة أكسجين أو كمامات. إذن سيكون للصين دور مؤثر في السياسة العالمية، سوف يكون لها حضور قوي داخل العديد من الدول، يعني حتى السيدة ميركل أكدت على ذلك وأكدت على ضرورة أن يخرج الاتحاد الأوروبي من الأزمة أكثر تماسكا. تحدثت عن سندات كورونا لتبادل عملية الديون أو اللجوء إلى صندوق حماية اليورو ويعني واستثمار المبالغ المتواجدة داخل هذا الصندوق ويتقدر ب 410 مليار يورو من أجل يعني التغلب على التداعيات التي سوف تنعكس على الاقتصاد الأوروبي نتيجة هذا الوباء. أرجوك ابقى معنا سيد علي لننتقل إلى جريدة الجارديان البريطانية. الآن إلى جريدة الجارديان البريطانية التي تطرقت إلى علامات توتر بين إيران والصين من خلال تصريحات مسؤول إيراني أثارت الجدل فتقول. باسم وزارة الصحة الإيرانية، بعد أن وصف الأرقام الرسمية التي تعلنها الصين بشأن تفشي فيروس كورونا بأنها مزعجة، وكان كيانو جهانبور قد صرح في مؤتمر صحفي وفي تغريدة له على تويتر أن الصين أعطت انطباعا بأن الفيروس يشبه الإنفلونزا ولكن مع عدد أقل من الوفيات. وتورد الجريدة الرد الصيني فتقول. الرد الصيني جاء عبر تغريدة للسفير الصيني في إيران قال فيها: وزارة الصحة الصينية تعقد مؤتمرا صحفيا كل يوم، وأقترح أن تقرأوا أخبارهم بحرص وعناية فائقة من أجل استخلاص النتائج. وتضع الجارديان استنتاجاً من هذه الواقعة فتقول: العلاقات الصينية الإيرانية عادة ما تكون دافئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الصين هي سوق رئيسية للنفط الإيراني، فيما كان لحد الآن انتقاد الأرقام الرسمية التي تعلنها الصين بشأن تفشي فيروس كورونا يأتي حصرياً من الغرب. نعود إلى ضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي علي طرفاية. سيد علي، يعني أول سؤال يتبادر للأذهان ربما، ما الذي يدفع مسؤولاً في وزارة الصحة لتكذيب الأرقام الصينية المعلنة للضحايا من جراء وباء كورونا في وقت تتهم فيه بلاده نفسها بإخفاء الأرقام وعدم الإعلان عن الإصابات بشكل محدد؟ يعني يبدو أنه كان يعني سوء تقدير من الموقف الإيراني لأبعاد الأزمة، وتعامل مع فيروس كورونا كأنه يعني إنفلونزا عادية، بدليل أن الرحلات الجوية ما بين ووهان وما بين إيران يعني ربما كانت هناك حوالي 20 رحلة جوية ما بين إيران وما بين مدينة ووهان مصدر الوباء في الصين. لذلك تصريحات الناطق باسم
وزارة الصحة الإيرانية يعني هو يستغرب هذا، هو كان متوقع أمور ووجد أمور أخرى. لكن رد السفير الصيني في 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 إيران كان رد قوي، وقال أن الصين لم تخفي شيء، وأن هناك مؤتمرات صحفية تعقد كل يوم، وعاب على الجانب الإيراني. طبعا بالفعل يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حاول تدارك الموقف، وقال يعني وأثنى على الدور الصيني في مواجهة الأزمة والمساعدات التي قدمتها الصين لإيران تفاديا لاتساع الأزمة، لا سيما وأن إيران ليس لها يعني أي أصدقاء يمكن أن يقدمون لها يد العون إلا دول مثل الصين التي يعني تعتمد بشكل رئيسي على النفط الإيراني، ولديها معدلات للتبادل التجاري كبيرة مع إيران، ولديها علاقات اقتصادية أيضا مع إيران. فإذا خسرت إيران الصين في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، أتصور أن الأمر سوف يكلفها. سيد علي، يعني هل تعتبرون أن هناك جهة معينة أجبرت هذا المسؤول في وزارة الصحة أن يتراجع عن تصريحه؟ هل ربما للحرس الثوري دور في ذلك أو للمتشددين في إيران؟ بالطبع، يعني هو كان هناك بدليل يعني تصريح عباس موسوي بعده تدارك الأمر بسرعة، لأن ده يعني أن هناك ضغوط من الحرس الثوري على وزير على الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية للتراجع عن هذه التصريحات، وهو بالفعل تراجع اليوم في تغريدة له على تويتر عن هذا التصريح، وأثنى على الدور الصيني في مواجهة هذا الوباء، وأثنى على يعني مساعدة الصين لإيران، في تناقض واضح ما بين تصريحاته السابقة والتصريحات التي أطلقها اليوم على تويتر، بما يعني أن إيران لا تريد أن تخسر صديق مهم لها كالصين. علاقات يعني علاقات مميزة ما بين إيران وما بين الصين، وإن كان يعني الخطأ يعود على إيران بالأساس، لأنها هي التي سمحت لاستمرار الرحلات الجوية طوال شهر فبراير ما بين إيران وما بين الصين، ما ساعد على انتشار الوباء بهذه الكيفية داخل إيران. فالملوم هو النظام الإيراني والسياسة الإيرانية وقصر يعني وعدم تقدير الموقف من قبل الجانب الإيراني لتداعيات الأزمة على الداخل، ويعني الشعب الإيراني تكبد الكثير من الخسائر في الأرواح نتيجة هذا الوباء، لا سيما في ظل حتى يعني العقوبات التي يفرضها النظام العالمي على إيران، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات، وكان أمام إيران أيضا أن تستغل هذا العرض للمناورة سياسيا من أجل حلحلة أزماتها مع العالم، لكنها تمسكت بموقفها المتعصب، موقفها اليميني المتشدد، ورفضت أي مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن هذه كانت يعني تمثل فرصة كبيرة لطهران لكي يعني تصحح علاقاتها مع العالم الخارجي. ابقى معنا سيد علي لننتقل إلى ملفنا الثالث. نتحول الآن إلى جريدة لوموند الفرنسية التي تتناول خطوة أمريكية جديدة في التعامل مع المنظمات العنصرية، فتقول: للمرة الأولى أدرجت واشنطن جماعة روسية قومية متطرفة من أنصار تفوق العرق الأبيض على قائمتها السوداء للإرهاب الدولي. ويستهدف هذا الإجراء ما يسمى الحركة الإمبراطورية الروسية وثلاثة من قادتها، وهم ستانيسلاف فوروبييف، دانيس غارياف نيكولاي كروشتوشلافوف. وتسرد جريدة تهم الموجهة لهذا التنظيم المتطرف، فتقول: تتهم واشنطن هذا التنظيم الذي لا تصنفه موسكو حركة إرهابية بتوفير تدريب شبه عسكري للنازيين الجدد وأنصار تفوق العرق الأبيض في مركزين في سانت بيترسبورغ، وبتدريب السويديين الذين نفذوا هجمات إرهابية في بلادهم في نهاية عام 2016 وبداية عام 2017. وتشير لوموند إلى غموض موقف ترامب من هذه المسألة واللوم الذي عادة ما يوجه إليه، فتقول: يعد هذا القرار قبل كل شيء خطوة رمزية، فإدارة ترامب تريد أن تظهر أنها مصممة على مواجهة هذا الإرهاب الأبيض، وأن الولايات المتحدة ليست محصنة ضد هذا التهديد الإرهابي المرتبط بفكرة تفوق العنصر الأبيض الذي تزايد انتشاره في أنحاء العالم منذ 2015. لمناقشة هذا المقال نعود إلى ضيفنا من القاهرة الكاتب
الصحفي علي طرفاية. يعني سيد علي، رأينا هذا المقال وهناك لسنوات عديدة يتهم العديد من المراقبين المسؤولين الأمريكيين بإهمال الإرهاب المحلي، لا سيما أنصار العنصرية البيضاء الذي ربما قتل في الولايات المتحدة منذ عام 2002 أكثر مما يسمى بالإرهاب الجهادي. ما مبرر هذه الخطوة الأمريكية برأيكم؟ يعني ما فيش شك أنه بعد أحداث 11 سبتمبر الولايات المتحدة الأمريكية رصدت ميزانية ضخمة لمكافحة الإرهاب، يعني تقترب من حوالي 3 تريليون دولار. 35% فقط من هذه الميزانية تم استغلالها من قبل أجهزة الأمن الأمريكية لمواجهة الإرهاب الداخلي. فالسياسة الأمريكية ركزت بشكل أو بآخر على الإرهاب الجهادي المتمثل في تنظيم قاعدة وتنظيم الدولة الإرهابي داعش، وأهملت وأغفلت يعني الجماعات اليمينية المتطرفة التي بدأت تتصاعد أو يتصاعد نفوذها داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2011 وحتى الآن. واستثمرت هذه الجماعات يعني عملية التطور التكنولوجي وشبكات الإنترنت في عملية التجنيد، وعملية التجنيد عبر الإنترنت يعني قد تستغرق أسبوعين، ويصعب على يعني رجال الأمن متابعة أي عنصر يتم تجنيده سواء من داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو من خارجها. طبعا يعني جماعة ريدا المتواجدة في روسيا، وهي جماعة طبعا عنصرية يعني تفاضل ما بين الجنس البشري على أساس اللون بشكل متدرج وفق عقيدة وتصورات لدى هذه الجماعات، تلقى لديها معسكرات للتدريب في بطرسبورغ. نعم. يعني تساند في أوكرانيا الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا، لديها بعض النشاطات يعني في دول أوروبا تغذي هذا الفكر العنصري في كل مكان. سيد علي، يعني برأيك هل هذا التصرف أو الخطوة الأمريكية يمكن أن تفتح مواجهة محتملة بين الإدارة الأمريكية والمنظمات العنصرية البيضاء في الولايات المتحدة، حيث للرئيس ترامب يعني قاعدة جماهيرية بين هؤلاء؟ يعني هو الرئيس ترامب يعني على اشتبك مع هذه الجماعات، وان كان هذا الاشتباك جاء يعني متاخرا، لكن قطعا تطور هذا الفكر ونمو هذا الفكر داخل الولايات المتحده الامريكيه سوف تكون له تداعيات خطيره على المدى البعيد، ما يعني ان اجهزه الامن القومي لدى في الولايات المتحده الامريكيه لابد ان تتعامل بشكل جدي مع هذه الافكار. هذه الافكار تؤرق العالم بشكل اجمع، هو فكر عنصري، فكر إرهابي سواء تبنته جماعة مسلمة أو جماعة غير مسلمة، أو يعني سواء كان هذه العنصرية على أساس الدين على أساس اللون، هي عملية الفرقة وعملية المفاضلة وعملية أنا الأفضل، وهو فكر منتشر سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن يعني الارتقاء على هذا الفكر بثقافة جديدة بمنطق جديد بمكافحة هذه الأفكار عبر كافة الوسائل، لأن هذه الجماعات هي تمارس عملية القتل العشوائي والقتل الجماعي، تستهدف واضح. الكنائس، تستهدف المعابد اليهودية، تستهدف المساجد. نعم. في ذات الوقت هي تعادي كل من يعني تراه أنه عدو لها على أساس لون أو بشرة. وهذه طبعا انتشار هذه الأفكار في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية قطعا سوف يكون له تداعيات خطيرة جنبه. يعني. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي علي طرفاية من القاهرة. نتحول إلى مجلة فورين بوليسي التي تتناول أمرا مهما لتحقيق مهمة القضاء على تفشي فيروس كورونا، وهي وجوب محاربة الفساد أولا. فتقول: مع تفشي وباء كوفيد 19 عالميا، يمكن للاستجابة المتسرعة أن توجد فرصا للاحتيال والرشوة وغسيل أموال مصدرها المال المخصص لشراء النواقص الطبية. وتضيف المجلة: إن لم يتم وضع ضوابط على وجه السرعة فقد يكون حجم مشكلة الفساد هذه هائلا، إذ يمكن الاستفادة من دروس حالات الطوارئ في الماضي كما حدث وقت زلزال إندونيسيا عام 2004 ووقت تفشي وباء إيبولا عام 2014. وتعرض المجلة بعض تلك الضوابط فتقول: يمكن فرض رقابة على العقود وحركة الأموال وإجراء عمليات تحقق على المواد التي تم شراؤها أو المواد المتبرع بها إلى جانب توعية المستهلك، كما يجب مراقبة الشركات التي تقدم المستلزمات والمواد حتى لا تبيع مواد أقل جودة
مما كان قبل الأزمة بحجة افتقارها للتمويل، ويجب مراقبة المواد المزيفة التي تباع في الأسواق لا سيما عبر الإنترنت كالأدوية التي يزعم أنها تقي من كورونا أو من بيع مستلزمات طبية لا تفي بالمعايير الدولية. أخيراً من موقع سكاي نيوز عربية على الإنترنت، مقترح بريطاني هكذا يمكن تحويل الطائرات إلى غرف عناية مركزة. دعت مجموعة من خبراء الطب والتكنولوجيا والطيران الحكومة البريطانية لدعم خطة لتحويل الطائرات الرابضة في المطارات إلى غرف للعناية المركزة لاستيعاب العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا. وتقول المجموعة إن استخدام الطائرات كمستشفيات معمول بها في الجيش، وهناك كثير من الطائرات مثل طائرات بوينغ أو إيرباص الضخمة المتوقفة حاليا بسبب تعليق الرحلات، يمكن تحويلها إلى مستشفيات تتسع لمئات ربما لآلاف من أسرة العناية المكثفة. وتحتوي الطائرات على أنظمة توصيل الأكسجين، وهي أماكن مغلقة بإحكام ولديها أنظمة تدفق هواء كالموجودة في غرف العمليات للحد من انتشار الجراثيم، وهو ما يسهل تحويلها إلى مستشفيات. نهاية برنامج صحافة بريس لهذا اليوم، موعدنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.